والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهداه. أيها الشعب الجزائري الكريم، انعقد في نادي الترقي اليوم بساحة الشهداء، وهو الحمل الأول لجمعية العلماء، عقد المكتب الوطني والهيئة الاستشارية العليا اجتماعا لبحث واقع الوطن اليوم وما يميز هذا الواقع من توترات مختلفة. وبعد يوم كامل من البحث والتحليل لواقع الوطن، اتفق الجميع على البيان الذي نبشره للأمة اليوم، ويقدمه الدكتور علي حريتين الذي هو المسؤول عن العلاقات العامة في المكتب الوطني لجمعية العلماء. نحيل إليه الكلمة لتلاوة البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحق فوق كل أحد، والوطن قبل كل شيء. أيها الشعب الجزائري المسلم، ها أنت ذا مع موعد تاريخي جديد من مواعيدك الخالدة، تكتب صفحات المجد والسؤدد، وتسطر للأجيال القادمة دروب العزة والإباء، وتلقن العالم دروس الشرف والعزة. وها هي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقف معك محيية لحراكك السلمي الوطني الشامل العظيم، الذي وضع حداً لسنوات من الفساد والانسداد في كل المجالات، وهو ما حذرنا منه مراراً وتكراراً دون أن يسمع أحد. وإننا إذ نحيي حراكك السلمي العظيم التواب للإصلاح والتغيير الشامل، فإننا نحيي بذات المناسبة كافة الأسلاك الأمنية على احترافيتها وحرصها على راحة المواطنين والمواطنات أثناء ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج. وندعو القائمين على الشأن الوطني إلى فهم رسالة الشعب جيداً والتفاعل معها بجد وإيجابية بدل الإجابات القديمة، وندعو مؤكدين على مطلب الأمة بالعبور عن العهدة الخامسة. وإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من منطلق إدراكها لأسباب الاحتقان الحقيقية، ممثلة في غياب الحوار وحرية الإعلام وإضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وغياب الحريات السياسية والمدنية وانتشار الفساد ومحاربة القيم، وإدراكها أن الاحتقان نتيجته الانفلات لا قدر الله إن لم ترفع أسبابه، فإنها تدعو إلى فتح الحوار العاجل الشامل الذي يؤسس لمرحلة جديدة عن طريق فتح الإعلام وإفساح الحريات وتولي عقلاء الأمة ونخبتها قيادة الشعب وتوجيهه نحو الحل الشامل والانفراج السياسي الذي يؤدي إلى انتخابات حقيقية يكون الفائز فيها أجيراً عند الشعب وخادماً له وخاضعاً لرقابته ومساءلته. إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتؤكد لكل الأطراف في الداخل والخارج أن شعبنا يعيش أزمة سياسية عادية كما تعيش سائر الشعوب أزمتها، وأنه سيتجاوزها بإذن الله سريعا، كما تحذر كل من يريدون ركوب الموجة
أن الجزائر عصية على الفتنة والاختراق، وأنها ستتصدى لكل من يعبث بأمن الشعب الجزائري وسيادته ووحدته. إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتدعو كافة الجزائريين مواطنين وسلطة إلى إدراك أننا بإزاء لحظة تاريخية فارقة قد تؤدي بنا إلى انزلاقات خطيرة إن لم نتدخل بالحل العاجل النافع، وتركنا المجال لأعداء الأمة، كما قد تؤدي وهو أملنا إلى فتح صفحة جديدة وانطلاقة مباركة نحو أفق عظيم من التقدم والحضارة والرقي في ظل أمة جزائرية واحدة موحدة متآلفة منسجمة تعتز بدينها وتاريخها وتنطلق نحو المستقبل. والحمد لله رب العالمين. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.